بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي اللي بيتابعوني على قناتي المتواضعة على اليوتيوب، لقاء متجدد معكم مهندس وليد عمارة. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنعلمكم إزاي تحملوا أي فيديو من اليوتيوب بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي برامج. ولكن في البداية، اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يا ريت يسعدنا باشتراكه في قناتنا المتواضعة. وطبعا أحبابي المشتركين في هذه القناة يا ريت يدعمونا بلايك لهذا الفيديو وتعليق مناسب حتى نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نحمل أي فيديو من قناة اليوتيوب أو من منصة اليوتيوب بدون أي برامج وبطريقة سهلة وبسيطة. تابعونا للنهاية، يلا بينا نبدأ. وليكن فيديو زي الفيديو ده مثلا، هنضغط على الفيديو، الرحمن الرحيم، هنوقف الفيديو تمام، وهتيجي على عنوان اليوتيوب من فوق، على العنوان من فوق، وهتيجي بعد كلمة يوتيوب مباشرة، بعد كلمة يوتيوب مباشرة هتعمل بي 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 فقط، مش هتضغط اكتر من بي بي، وبعد كده انتر. تحول مباشرة للموقع ده، واللي هتقدر من خلاله تحمل الفيديو بتاعك بالصيغ المختلفة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون أي مشاكل، سواء عاوز تحمله بصيغة فيديو أو عاوز تحمله بصيغة MP3 أو عاوز تحمله بأي صيغة مختلفة. هتلاقي كلمة الداونلود وهتقدر تحمل الفيديو بتاعك بالصيغ المختلفة اللي انت عاوزها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، واللي لسه طبعا ما اشتركش في قناتنا ياريت يشترك في قناتنا علشان يوصلوا مننا كل جديد وحصري بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.